بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أول شيء بعدا كنشكركم أنتم اللي وقفتوا معنا من البداية ديال الموسم حتى الخاتمة ديالو، كما حضرتوا معنا دابا الفاتحة وحضرتوا معنا البرقية الولاء والإخلاص السد العالي بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. إوا كما كتشوفوا الموسم راه الحمد لله كله داز على أحسن ما يرام، يعني كان كل شيء متوفر، الماء والضوء يعني، وراك شتي الناس اللي جاوا للموسم هنا كان كثافه كبيره، عدد الناس طالع بزاف. وبهذه المناسبه حنا كنشكروا بعدا السيد العامل، وكنشكروا السلطات المحليه، وكنشكروا يعني كل من الدرك الملكي والحرس الترابي والوقايه المدنيه وكل من ساهم معنا من قريب او من بعيد. وزائد على ذلك كنشكروا الناس ديال الشلالات، رئيس الشلالات، زائد رئيس جمعيه بلادي، لانهم هما اللي واكبوا معنا وعاونونا بزاف من الناحيه اللوجستيكيه ومن الناحيه الماديه، لان جمعيه بلادي هنايا لان كانت حتى هي كانت، لان جمعيه بلادي هي اللي كانت كتفورني يعني من الناحيه الماديه، هي اللي كتفورني الحمد لله. ايوا كان التعاون والموسم داز على احسن ما راه، هذا هو اللي كان. والعدد ديال الزوار كانت كيفوت بحال دابا السمت كيفوت 100,000 وهذه راك شفتي، وانتم حضرتوا كتشوفوا، انتم حضرتوا داك الشيء ما كاينش منين يدوز. لا هو اللي لا حاليا بعدا ما كاينش شي، ما بنت لي حتى حاله، ما كاين حتى حاله الحمد لله. وكما جرت العاده كل سنه يعني الحمد لله ربي سبحانه وتعالى ساترنا وكيدوز بسلام، ولكن الفضل كامل تيرجع الله سبحانه وتعالى وتيرجع للناس ديال الامن، لان يعني الناس ديال الامن كيخدموا يعني بواحد الطريقه اللي هي زعما كبيره بزاف، يعني ليل نهار، يعني هذوك الناس الله يجازيهم بخير، الله يجازيهم بخير. هذا هذوك الحمد لله يعني خدمه المعقول.